السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال، يا رب تكونوا متابعين معانا الفيديوهات. معلش لو كان الجزء الاخير دوت من الكورس ده نفنش خلاص، لو كان اتاخر شويه. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن جزء جديد، وهو جزء السيستم مانجمنت. على قد ما الجزء ده صغير والكلام فيه ممكن يكون مش السكيل بتاعه مش زي اللي احنا اتعودنا عليه، زي اللي هي جار بي والاس بي اف والبي جي بي وام بي ال اس التوبكس الكبيره ديت، لكن على قد ما هو محتاجينه جدا في الريل انفايرمنتس، وبتقابلنا سيناريوز كتيره جدا محتاجين ان احنا نعمل فيها اللي هنتكلم عنه في جزء السيستم مانجمنت. خلينا نشوف النهارده ان شاء الله مع الورك بوك هنتكلم في ايه. بدانا السيستم مانجمنت، اول حاجه بيبدا بيها الاكزيك اليسز. الاليسز يا جماعه هو موضوع سهل وبسيط، هو اختصارات للكوماندز بتاعتي. يعني طلب مني هنا مثلا على الراوتر 1 ان انا ابدا استخدم ار اي، ده طبعا كوماند مختصر في الاكزيك مود اللي هو البريفليج مود، بحيث ان هو يبدا يعمل لي فيو للراوتنج تيبل، يعني شو اي بي راوت. يعني هو عايز الاختصار ديت لشو اي بي راوت، في حين ان ار بي تبقى ستاند فور بي جي بي تيبل اللي هو شو اي بي بي جي بي. وطلب مني ان انا كتبت كوماند اي اف اي 0 على 0 بدل ما اكتب كوماند انترفيس كامل او اكتب كلمه انترفيس، يحولني على طول لمستوى الانترفيس. ده بالنسبه للكونفيجريشن مود، فهقدر اعمل اختصار برضو لحاجه زي كده. لاحظ الاختصار اللي هعمله هيكون هنا على مستوى البريفليج مود، انما الاختصار اللي هعمله هنا هيكون على مستوى الكونفيجريشن مود. هنا هيكون على مستوى الجلوبال كونفيجريشن، وانا عملت اي 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 اكسس ليست، يبدا يكريت اكسس ليست نيمد بالنيم اللي انا هبدا اعمله. يعني ممكن اقول له اي 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 اكسس ليست مثلا، يديني النيم بتاعي. بعد كده في الاخير طلب ان اس او اس اي بت ابلاي بوليسي ماب تو انترفيس ايذر في الاوت باوند او الان باوند دايركشن. طبعا هيكون اس او بالنسبه للاوت باوند، واس اي هتكون للاوت سوري للان باوند. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي على مستوى الكونفيجريشن كده، الكوماند عندي مباشر جدا اسمه الياس، اكزيت كده عندي كوماند اسمه الياس. الاليس اللي هبدا اكريتها دي هتكون على مستوى ايه بالظبط؟ يعني لاحظ هنا ان دي هتكون على مستوى البريفليج مود، فانا هنا ابدا اقول له ايه؟ اكزيك مود، وابدا هنا ابدا اقول له الشورت كات بتاعي. ايه اللي هيكون عندي هنا على مستوى الاكزيك مود؟ هيكون عندي الاختصار اللي هو الار اي والار بي. طبعا ار اي دي ستاند فور ايه؟ فور شو اي بي راوت، فانا هقول له ار اي سبيس كده هتبقى شو اي بي راوت، مفيش مشكله تكتبها مختصره برضو. وطلب مني ان ار بي بتساوي شو اي شو بي جي بي، يعني شو ار بي مظبوط كده، شو ار بي مظبوط، شو بي جي بي شو اي بي بي جي بي. ذاتس ات، ده كده كان بالنسبه لاول اثنين عندي. هنا طلب على مستوى الجلوبال كونفيجريشن مود، فانا هبدا هنا اقول له الياس، طبعا هتكون في مستوى الكونفيج، في مستوى الكونفيجر. طلب الشورت كات يكون اسمه اي اف اي 0 على 0 اي اف اي 0 على سوري اي، تبقى كلمه انترفيس مظبوط كده، وانا هبدا اكتب كلمه فاست عشان 0 على 0. ده كان بالنسبه للاي، خلاص خلصنا الحته ديت. طبعا هنا جزء الاكسس ليست هبدا اقول له اي اي اي، وهنا جاست هيكون النيم بتاعي، يعني دي هتكون اختصار ايه؟ اي بي اكسس ليست اكستندد، ويبدا هو يكمل الكوماند بتاعه. هبدا هنا برضو هخليها على مستوى الكونفيجريشن برضو الياس، هتكون كونفيجر برضو. اتفقنا ان هي اي 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 ده الشورت كات بتاعي، هتكون اي بي اكسس ليست اكستند، وطبعا انا اللي هكتب النيم بتاعي بعدها. وبعد كده عندي اخر تو اليسز اس او اس اي، هتكون طبعا اختصار هو عايز البوليسي ما بيبقى اكيد كوماند سيرفيس بوليسي، هتكون انبوت واوتبوت، فانا هقول له الياس. لاحظ الكلام ده هيكون على مستوى الانترفيس، فانا هقول له على مستوى ايه؟ انترفيس، اي انترفيس طبعا. هيكون اختصار بتاع اس اي هيكون ايه؟ سيرفيس بوليسي انبوت سيرفيس بوليسي انبوت، وهتكون اوتبوت في حال ان هي مكتوبه اس او.
تمام كده. طيب بدل المفترض ان انا اجرب الاختصارات ديت الاقي الدنيا عندي شغاله، يعني في الجلوبال في البريفليج مود هلاقي ان انا عندي ار اي هنا اللي هي شو اي بي راوت، ار اي هلاقي ان انا عمل لي شو اي بي راوت فعلا. طب ار بي هلاقي ان انا ما عنديش بي جي بي، بس هو طبق كمان شو اي بي بي جي بي. عندي ايه كمان تاني في الجلوبال كونفيجريشن؟ ممكن سوري ابدا اقول له انترفيس بس اسمه 0 على 0، راح على مستوى الانترفيس قلت له اي 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 زي مثلا هنسميها اي سي ال. لاحظ انه كاريت لي اكسس ليست اكستند اسمها اي سي ال، تمام. طيب طبعا سيرفيس يعني سيرفيس بوليسي انبوت واوت هتطبق نفس القصه مفيش مشكله. يبقى ده كان بالنسبه لموضوع الاليسز. طبعا للناس اللي بتشوف فيديوهات جيرمي هتلاقي ان هو دايما بيعمل اس فور شو اي بي انترفيس بريف، يعني دايما بنعمل شو اي بي انترفيس بريف كوماند كبير ممكن نعمله اختصار واس كده بس تديني ايه، تديني شو اي بي انترفيس بريف. طيب نروح للجزء اللي بعد كده. طلب مني ان هو يتكلم عن جزء السيستم مسج لوجينج. الكلام ده بقى من اول حته ديت مهمه شويه، يعني سيبنا من الشورت كات في الريل انفايرمنتس ما عنديش التايم بالنسبه لي مش كريتيكال قوي ان انا اشتغل بالشورت كاتس، لكن في بعض الناس اللي بتتكلم على امتحان السي سي اي بيبدا يقول لك في الريكومنديشن بتاعته كده انك اول ما تخش الاكزام اعمل شويه اليسز ليك بحيث ان انت تستخدم الالياس بدل ما تستخدم الكوماند كله لو في حال الكوماندات طويله زي شو اي بي انترفيس بريف. لكن انا بقول ان اللي بيكتب على الكيبورد بسرعه واللي قضى وقت كبير جدا في او عدد ساعات كبير في عمل الكونفيجريشن المايكرو سكندز او الميلي سكندز اللي هتختصرها في القصه ديت مش كتيره جدا، تمام. خلينا نروح للمسج لوجنج بقى، ده جزء مهم جدا. ازاي اللوجات اللي بتطلع لي في الكونسول ابدا امانجها ازاي، زي مثلا الديباجز والانفورميشنال ليفل، ولما تعمل شت داون للانترفيس وتعمل له انيبل مره ثانيه بيبدا يطلع لك لوجايه كده. ازاي هبدا استخدم الكلام ده واطبقه في الحياه العمليه بتاعتي. طيب نبدا نفهم الحته اللي بيتكلم فيها التاسك مبدئيا وبعد كده نبدا نشرح البوينت اللي وراها ايه. طلب مني ان اعمل سيستم مسج لوجينج على R4 وR6. قال لي اول حاجه ان البوت راوترز شود سيف ديباجنج مسجز تو ذير انترنال بافر. طيب احنا اول حاجه لازم نكون عارفين المسجات دي بتتسجل فين، بتتسجل عندي في الميموري وانس ان انا يحصل عندي ريستارت الراوتر مفيش اي مسج من ديت موجوده عندي، يعني بتطلع عندي في الكونسول ذاتس ات خلاص ما اقدرش ابص عليها مره ثانيه لانها اوريدي مش متسجله في كونسيستنت ستورج، تمام. طيب هنا انا عايز احتفظ بيها فتقدر تخزنها فيما يسمى بالبفر، تمام. البفر دوت هي سبير ميموري موجوده عندك، هي فولاتايل طبعا وانس ان يحصل ريستارت الراوتر هتبدا تعمل لها فلاش، بس هتقدر تحتفظ بيها طالما ان الراوتر ما اتعملوش ريستارت، اوكي. طيب نقطه ثانيه كمان بستفيد بيها ان انا ممكن بعملها في الحياه العمليه، زي مثلا واحنا بنشتغل على الكونفيجريشن لاين هنا كده الديباجز قاعده تطلع كلها قدامي، فده طبعا بالنسبه لي هيسبب لي مشكله ان انا مش عارف اتعامل اصلا مع الكونسول بالنسبه لي، فببدا اقول له ودي لي اللوجز ديت موجوده فين في البفر ورا وانا ابدا اتفرج عليها بعد كده. كنا طبقنا مثال حاجه زي كده في اللاب الخاص بتريبل بي، لان لو تفتكروا الديباجز كانت ممكن توقف لي السيشن وما اقدرش انتراكت معاها خالص ولاقي نفسي ايديل تايم اوت وخرجت بره السيشن. طيب فهنا طلب مني ان انا ابدا اخلي الراوتر يعمل سيف للديباجنج مسج بحيث ان يوديها للبافر بتاعي ويكون السايز بتاعها 8192 بايت. اوكي ما عنديش مشكله في قصه زي كده. بس انا عندي ايه المسجات الثانيه غير الديباجنج، يعني احنا عايزين نعرف ايه المسجات. طبعا احنا عندنا المسجات من 0 لحد 7 ده السيفيريتي ليفل بتاعتها، يعني لو جيت عملت كده عايز تتفرج عليه ممكن اقول له لوجينج زي مثلا اقول له كونسول تبدا تشوف بقى المسج بتاعتك الليفلز بتاعتها من اول 0 اللي هو الامرجنسيز بتاعتي لحد الديباجنج ليفل اللي هو رقم 7، تمام. النقطة المهمة هنا وانس ان انت تعمل انيبل لأي اكشن على عملية اللوجينج سواء كان على مستوى الكونسول او على مستوى البافر او على مستوى التيرمينال اللي هو التلنت او على مستوى السيس لوج سيرفر، وانس ان انت بتنيبل مثلا الديباجنج فده بينطبق عليه من 7 لحد 0 خلاص. طب لو انا عملت انيبل مثلا لستة يبقى 7 مش هيظهر لي ومن 6 لحد ايه 0. طب لو انا جيت عملت انيبل للورنينجز مثلا اللي هي سيفيريتي ليفل نمبر 4 يبقى هو هيكاش مين او هيطلع لي مين 0 و1 و2 و3 و4 يبقى من عنده ولتحت من عنده لايه ولتحت يبقى معايا، يعني وانس ان انت جه هنا قال لي
الراوتر يعمل سيف للديباجنج مسجز بتاعته كلها للانترنال بافر، ده معناه ان كل المسجات من اول صفر لحد سبعة هتخش في البافر ومش هتطلع عندي فين في الكونسول. طيب هو الديفولت بتاعي ايه يا باشمهندس؟ الديفولت بتاعي ان كل المسجات بتاعتك اللي هي اللوجات والديباجات وكل حاجه بتطلع بتظهر فين؟ في الكونسول. طب هو ايه تاني اللي ممكن يظهر فيه؟ اتفقنا بافر بدل ما تطلع لي في الكونسول في الويندو اللي قدامي هنا دي كده تظهر فين؟ في البافر. تمام، يبقى في اول ديستنيشن عندي كده هو توي البافر. طب هل عندي ديستنيشن ثانيه يا باشمهندس؟ عندي ديستنيشن ثانيه ممكن اظبط السيتنجز بتاعتها وهي التيرمينال. التيرمينال وهو ايه؟ التيرمينال وهو اللاين في تي واي. لو انت داخل ثرو التلنت مش ثرو الكونسول، الديباجز هتطلع ولا ما تطلعش؟ طيب الامرجنسي تطلع ولا ما تطلعش؟ خلاص ممكن اوديها بافر ما اخليهاش تطلع عندي في التيرمينال لان ساعتها مش هيبقى كونسول. طب هل في ديستنيشن ثالثه يا باشمهندس؟ في ديستنيشن ثالثه وهي السيسلوج سيرفر. يعني اقدر ابعت الكلام ده كله لايه؟ لسيسلوج سيرفر، يعني سيرفر خارجي بياخد اللوجات دي كلها ويبدا يعمل لها اناليسز. طيب الديفولت بتاعي هل اقدر ابعتها لاكثر من ديستنيشن؟ تقدر تبعتها لاكتر من ديستنيشن بس ده مش الديفولت، لازم انا ابدا استخدم اوبشن اسمه لوجينج واعمل لها اون بحيث انه اقدر يبعتها لاكتر من ديستنيشن، بحيث مثلا سي انا اقول الديباجنج تطلع لي البافر وبالنسبه للكونسول سوري لو انا الكونسول مثلا اقول يطلع فيه لحد السيفيرت ليفل نمبر 3، انما في الديستنيشن الثانيه السيس لوج مثلا يوصلوا لحد 7، انما التيرمينال مونيتور يظهر لها كذا. اوكي يبقى عشان اعمل انيبل اولا لاكتر من ديستنيشن يبقى ممكن اقول له لوجينج كده اون ذاتس ات، ان انا اقدر اعملها ايه؟ multiple destination. يبقى دي كانت اول اوبشن عندي محتاج اعمل له enable بس الاول. بعد كده قال لي الراوتر شوت سيف debugging message بتاعتها اول حاجه في الانترنال buffer. debugging message انا اقول له logging كده اهو. انا عايز الوج فين بقى؟ على البفر صح؟ ما انت ممكن تختار هنا من logging يا اما console. لاحظ هنا كده هنا هبدا اظبط البارامترز الخاصه بمين؟ بالكونسول. هلاقي ان انا عندي هنا monitor وهلاقي عندي السيس لوج. اوكي يعني لما نبقى نوصلها نبقى نبص عليها تلاقي المونيتور هنا، المونيتور دي يعني انت بتظبط التيرمينال لاين وهتلاقي السيس لوج سيرفر هنا برضو somewhere. طيب فهبدا اقول له لوجينج كده، طبعا هقول له بافرد اول حاجه عندي بافرد اهيت. طيب انت عايز تسجل ايه في البافرد عندك؟ انت عايز تسجل لحد الديباجنج صح؟ فين الديباجنج هنا؟ تلاقي الديباجنج نمبر 7، بص بالرقم اهوت. طب انا هقول له ديباجنج يبقى اللي هيروح البافر مين؟ الديباجنج. طيب السايز قد ايه؟ لاحظ انا ما حددتش السايز، يبقى لو عملت هنا كويتشن مارك كده هبدا يقول لي حدد لي السايز الاول بتاع البافر ده. هنا البافر عندي 8، احنا طلبنا الرقم 8192. طيب حط لي بقى ايه ده حجم الديباجنج. طب لو انا ما حطيتش حاجه هنا هيبدا يعتبر البفر كله لكل السيفيرتي ليفلز خلاص، انما وانس انا قلت هنا ديباجنج كده يبقى ده لمين؟ للديباجنج بس. اوكي انا كده حددت السايز للديباجنج. ديباجنج مسج سو بي سن تو ذا راوتر كونسول، يبقى الديباجات دلوقتي تروح لايه؟ للكونسول. لاحظ دلوقتي احنا بنودي كل حاجه للبفر بس احنا عايزين في نفس الوقت مين؟ الديباجنج برضو تطلع للكونسول بس بايه؟ بطريقه مختلفه شويه. ليميتد to one message per second عشان ما تفضلش تطلع ورا بعضها كده وابدا انا ما اقدرش ايه اتعامل مع الكونسول، فانا محتاج ان انا اعمل لها ليميت ريت ليميت خلاص. فانا هبدا ابص كده اقول له لوجينج وهتلاقي عندك هنا هلاقي عندي حاجه اسمها ريت ليميت. ابدا ابص على مستوى الريت ليميت لمين بقى؟ هو انت عايز تعمل ريت ليميت لكل المسجات ولا حاجه معينه؟ فانا هبدا اقول له ايه؟ لا ده انا عايزها للكونسول بس صح؟ انا عايز الحاجات اللي في الكونسول هي دي اللي عاملها ريت ليميت. طب كل انواع المسجات؟ كل انواع المسجات ولا انا عايز ديباجنج؟ لا انا عايز كل المسجات. لو تلاحظ هنا الديباجنج اهوت ديباجنج مسجز. طب احنا اتفقنا الديباجنج بيجيب ايه؟ كل اللي تحت مظبوط كده؟ اول هتسميها ايه؟ كم مسج بير سكند؟ 1 خلاص؟ اتفقنا. هنا كان تقول لي يا باشمهندس انت ما عملتش ديباجنج ليه؟ لان في الحاله ديت احنا اتفقنا كونسول وراها ايه؟ ريت ليميت صح؟ يبقى انا بعمل ريت ليميت للكونسول. طب نوع المسجات ايه؟ لاحظ في اول ديت ما ادانيش اي حاجه مظبوط؟ ليه؟ لان انا هجيب كل المسجز بالنسبه لي السيفيرتي ليفلز، يبقى بدل ما اقول مثلا اقعد اعمل لهم اشاور على الزيرو والواحد واثنين وثلاثه والاربعه والخمسه، لا انا بشاور على الاول، ده معناها كل المسجات بتاعتي لان الديباجنج هي اعلى حاجه، يبقى كده راحت لايه؟ 1 مسج بير سكند. console log messages should not interrupt other command output. ده بقى معناه ايه؟ وانت بتشتغل كده على الكونسول، لاحظ ان احنا بنتكلم في الكونسول، وطلعت لي لوج
ايه اللي كان بيحصل؟ مثلا عملت شت داون للانترفيس وانت بتكتب كوماند اي بي ادرس، مش بتطلع اللوج وتخفي لك الكوماند اللي انت كنت بتكتبه اللي هو كوماند اي بي ادرس، لازم تضغط تاب مثلا عشان يبدا يرجعك تاني للكوماند اللي انت كنت بتكتبه. لا، ففي الحاله ديت احنا عايزين نخلي الكونسول اللوجات اللي تطلع في الكونسول ما تعملش ايه انتربت للكوماند اوت. ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق ان انا اقوم جاي كده، ده سيتنج على مستوى اللاين كونسول. لاين كونسول تفتكرها بس ما تنساهاش، اسمها تحت سيتنج اللوجنج تحت مستوى الكونسول، تخليها ايه سينكرونس. خلاص اكزيت. اخر حاجه عندي قال الراجل اللي عمل لوج فيا التيلنت عندي يشوف الانفورميشنال ليفل بس، يعني الراجل اللي يبص في التيلنت ياخد السيفيريتي ليفل اللي هي كام. بص فوق كده على الانفورميشنال، انفورميشنال عندك هتلاقيها اللي هي سيفيريتي 6، يبقى مش هيشوف الديباجز. معنى ذلك ان الراجل لو عمل ديباج في التل هو داخل تيلنت مش هيشوف اي ديباج لانها موجوده فين؟ موجوده في حاجه ثانيه، هو اوريدي مش هيظهر له على التيرمينال مونيتور جزء ايه الديباج. طب هعملها ازاي؟ هبدا اقول له لوجينج، بس انا مش هعمل سيتنج هنا مين؟ لا بافر ولا كونسول، احنا اتفقنا اسمها ايه؟ مونيتور. يبدا يبص في المونيتور على ايه؟ على الانفورميشنال بس. انفورميشنال ممكن تكتب السيفيريتي ليفل بتاعتها برده مفيش مشكله. نعمل دوش ورن بقى على الكونفيجريشن احنا بصينا عليها كده. ريفيو سريع، التاسك هنا طالب ايه؟ طالب ان اللوجات اللي تطلع على الراوتر عندي تروح نسخه منها في البفر ويكون نسخه ثانيه موجوده في الكونسول عندي، فلازم يكون هنا عندي تو تايبس من اللوجنج، لوجنج على الكونسول ولوجنج على البفر. اللوجنج على البفر بالنسبه للديباجنج هيكون السايز بتاعه كذا، بالنسبه للديباجنج على الكونسول ملوش سايز عندي بس تطلع في الكونسول عندي، بس ليها ليميتيشن على ايه 1 مسج بير سكند. ودي شفنا فيها اللي هي اللوج سينكرونس، وهنا الناس اللي على التيرمينال تشوف ايه؟ تشوف انفورميشنال بس. نبص مع بعض كده هتلاقي ان انا عملت بافر دهوت لوجنج بافر، بس ده كده مش للديباجنج. اوكي احنا عملنا الاول اللي كان اول لوجينج، خلاص اوريدي معمول لوجينج بافرد، هيكون السايز بتاعه 800. اوكي مفيش 8192 الريت ليميت، خلاص ده متظبط عندنا كده. احنا ناقصنا حاجه، احنا نقول له لوجينج في الكونسول طبعا المين الديباجنج. هو كده الديباجنج عندي بتروح لايه؟ للبافرد صح؟ وهنا اوريدي مش ديفايند، انا اعتقد ان هو بيخفيها في الكوماند، لكن احنا ده هيودي كونسول كده. هنقول له برده لوجينج كده، لوجينج بافرد 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 هيكون 8192 ديباجينج انتر دوش ران، اعتقد بيخفيها. اوكي بيخفيها، انا يهمني جدا بس ان الديباجنج بتاعتي راحت للكونسول، مفيش اي حاجه تحت. نشوف اللاين كونسول زيرو عمل فيها ولا لا. لاين كونسول زيرو فعلا عمل لوجينج سينكرونس. اوكي طيب انا عايز اشوف بقى اللوجات اللي راحت البافر مثلا، وليكن تقدر تقول له دو شو لوجينج، هيوريني اللوجات اللي موجوده عندي. لاحظ ان مفيش اي لوجات راحت البافر. طب لو انا طلعت لي لوجات هنا عندي في ال في الكونسول هنا، وليكن مثلا تو دو ديباج اي بي باكيت ديتيل، ايه اللي هيحصل؟ دو ديباج اي بي باكيت ديتيل، لاحظ ان الدنيا بدات تطلع عندي بالراحه 1 مسج بير سكند صح؟ مش زي ما بيحصل لو انت عملت الكوماند دوت من غير ما نكون احنا عاملين ليميتيشن للموضوع دوت، مش هتعرف تتحرك على لاحظ ان انا بقدر عارف اشتغل، انما لو انا كنت عامل ديباج اي بي باكيت ديتيل مش هعرف اتحرك اصلا خالص. طب خلينا نقول له دو يو قول كده، هل دي كل الباكيتس؟ لا، ما انت الباقي كله اللي هو ما اتعرضش قدامي لان انا قلت له 1 مسج بير سكند صح؟ طب في مسجز كتيره جدا المفروض تظهر، هو ايه اللي هيحصل؟ مش هيحطها في كيو، ده هي راحت اتحطت فين؟ في البفر. دو شو لوجنج كده هتلاقي ان انا مسجز عندي بقى اتحطت فين؟ في البفر. دي مسجات كلها ما اتعرضتش قدامي ليه؟ لان هو بيعرض 1 مسج بير سكند، انما الباقي كله هيبدا يوديه فين؟ على مستوى البفر. طبعا تقدر تو مونيتور السمري من فوق هنا كده تلاقي ان الكونسول لوجنج، لاحظ اهو ده مستوى الكونسول، ده مستوى المونيتور يعني ده مستوى التيرمينال او اللي هو التيلنت، ده مستوى البفر لوجنج. لاحظ ان هو عمل ايه؟ 133 مسج لوجد غير اللي اتعرض عندي، يعني اتعرض 133 في البفر، انما اللي اتعرض بره في الكونسول مش موجود عندي هنا. فهمنا النقطه دي كده. نرجع مره ثانيه بقى للتاسكات بتاعتنا، خلاص خلصنا ديت.
سيس لوج ان انا ابدا ابعت اللوجات بتاعتي لسيرفر خارجي يبدا هو يرتب الكلام ده ويشوف ايه هو اللي ناقص عنده ايه هو اللي مش عارفه. ده طبعا لان انا ما ببقاش قاعد قدام الراوتر اشوف انترفيس ام وانترفيس داون وكل حاجه بتظهر قدامي، لا انا ببقى قاعد مش على كل الراوترز، ببقى قاعد على ماشين واحده هو عليه سيس لوج سيرفر. طبعا بيكون ابلكيشن مونيتورنج كبير، انما بيكون احد الفانكشنز بتاعته سيس لوج بيبدا ياخد اللوجات من السيرفرات كلها ويعرضها لي وانا ببدا اتفرج على السيرفر بتاعي. فطبعا هو قال لي هنا ايه كونفيجر R4 اند R6 انه يبدا يبعتوا الداتا او اللوجات دي كلها لمين؟ لسيرفر خارجي مفيش عندي مشكله دوت 100 مثلا ايا كان الاي بي بتاعه، اهم حاجه يكون ريتشبل. قال لي لوج اول مسجز اب تو نوتيفيكيشنز، يبقى اللي هيبعت للسيس لوج سيرفر اخره ايه؟ اخره نوتيفيكيشن، يعني الديباجز مش هتروح لمين؟ مش هتروح للسيس لوج سيرفر. قال لي راوتر 4 هيستخدم ريلايبل ترانسبورت بروتوكول، يعني هيشتغل تي سي بي ويبعت على بورت 5000. انما راوتر 6 هيستخدم الديفولت ترانسبورت. طبعا احنا عارفين ان السيس لوج سيرفر شغال على ايه؟ شغال على يو دي بي على بورت رقم 514، معلومه قديمه من المفترض من سي سي ام بي سويتش. فهو قال لي راوتر 4 لا احنا هنغير الترانسبورت بتاعته نخليه يبعتها تي سي بي، انما راوتر 6 هيفضل يبعتها يو دي بي اللي هو الديفولت بتاعه. قال لي والله انا محتاج ان الراوتر يستخدم الاي دي دوت لما يبعت الديت، يعني يستخدم راوتر 4 اذانين وراوتر 6 اذانين، بحيث ان السيس لوج سيرفر يبدا يفهم الجزئيه دي بناء على النيم ده بغض النظر عن الهوست نيم. لا انا عايز اللوج يطلع سورسد باي النيم ده، خلاص انا هقدر استخدم حاجه اسمها اوريجين اي دي، ده سيتنج وانا هعملها وانا شغال يعني. في الاخر قال لي مع استخدام يونكس فاسيلتي هنعرف يعني ايه فاسيلتي نيم دوت لوكال 1، هنعرف دي يعني ايه. يعني انا عايزك بس تحط هاش هنا على ديت كده لحد ما نبقى نيجي نعملها في الكونفيجريشن افهمك اصلها ايه. بعد كده قال لي messages should be sourced off the router's loop back interface، يعني الراوتر لما يجي يبعت اللوجات ديت للسيس لوج سيرفر يبدا يستخدم اللوب باك as a source يعني مش الانترفيس الاوت جوينج. وبعد كده قال لي الكيو يستخدم 256 اي مسج في الكيو depth بتاعته. الكونفيجريشن الخاصه بالسيس لوج سيرفر سهله وبسيطه جدا. لو جيت مثلا على راوتر 4 وطلب راوتر 4 او راوتر 6 مثال واحد يوم لوجينج مثلا، باجي اقول له لوجينج كده بقول له هوست، ببدا اعرفه الاول اي بي ادرس اللي هيبدا يبعت له 155.1.1.4.6.100. لاحظ انا ابدا اقول له هنا ايه ترانسبورت، لو انت هتغير عند حد هنا راوتر 4 فانا هقول له ترانسبورت. تي سي بي ولا يو دي بي؟ انا هقول له تي سي بي. طبعا هو كان عايز رقم البورت هنا رقم كام؟ رقمه 5000 بورت، تبدا تقول له ايه 5000. ده كده انت عملت كاستمايز ليه للبورت بتاعه. إيه خلاص خلصنا الجزئيه دي، احنا عرفنا السورس وعرفنا مين البورت بتاعه. طب احنا عايزين نعرف ايه هي الليفلز اللي هيبعتها للسيس لوج سيرفر. فابدا اقول له لوجينج، كنا بنقول ايه بافر كونسول تيرمينال صح، اللي هي مونيتور هنا اسمها تراب. لما اجي اتكلم على سيتنج الخاصه بالسيس لوج سيرفر ببدا اقول له تراب، تبدا تقول له الليفل اللي هيبعت له ايه نوتيفيكيشن، يبقى هيبعت لحد النوتيفيكيشن. احنا خلصنا برده مين الجزئيه دي كده خلاص. راوتر 6 احنا هتعمل نفس الكوماند بتاع هوست هناك بس من غير ما تحط رقم الجزء اللي بعد ترانسبورت ده، مش هتكمل الجزء دوت يعني، هتسيبها بس انتر بعد الاي بي ادرس. طيب قال لي كل الناس تعمل سورس باللوب باك ادرس، فانت تبدا تقول اللوجينج برده نفس القصه تراب، تلاقي هنا سوري لوجينج، تلاقي في عندي هنا سورس اي ثينك ان هي هتبقى اسمها سورس وير از سورس. اوكي هي سورس اهي بس هي فين هنا؟ انا مش شايفها. اوكي احنا تقريبا عملنا سبيس لوجينج. اوكي لو كملنا لحد تحت سورس انترفيسز مظبوط كده سورس انترفيس، فانا هبدا اقول له ايه لوب باك زيرو ذاتس ات. ده كده كان بالنسبه للجزء بتاع اللوب باك اهي. محتاجين نشوف الدبث بتاع الكيو دوت، هتلاقي اسمها كيو ليميت اي ثينك اللي احنا شفناها من شويه. لوجينج تلاقي كيو ليميت حرف الكيو، نقول له كده كيو ليميت، هنا فعلا كيو ليميت اهيت عايزينها قد ايه 256. طيب ده كده كان بالنسبه لجزء ايه الكيو ليميت بتاعي.
بس احنا هنا ما حددناش نقول تراب، احنا لازم نقول له بالنسبه للسيستكس سيسلوك سيرفر يبقى دي هتبقى نو وهتبقى تراب كده. يبقى فعلا ده ايه الكيو ليميت الخاص بمين؟ بالتراب اللي هو السيسلوك سيرفر. ناقصني حاجه واحده وهي جزء الاوريجين اي دي، لان انا عندي اللوجنج هنا، لان انا عندي اوبشن اسمه اوريجين، اوريجين اي دي اهوت. هتستخدم اي دي ايه وانت خارج؟ فانا هبدا اقول له اوريجين اي دي، هيبدا يحط يقول لي حط سترينج، يعني عامه سترينج. السترينج بتاعتي هنسميها ايه؟ ده راوتر 4، نقول له راوتر 4 كده. خلاص ده هيستخدم السترينج ديت وهي رايحه. اوكي طيب باقي لي حاجه واحده بس، لو انا بس عايز افتح بينت كده. لو انا قلت عندي الراوتر راوتر 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 ودول سويتشز ورا، تمام، وده سيسلوك سيرفر. اوكي إيه، كل الراوترز عندي هتبعت اللوجات لمين؟ للسيرفر، صح؟ اللي هيظهر عندي في سيسلوك سيرفر هنا لو هو ابلكيشن باورفول، طبعا مش هتبقى جايب الابلكيشن فري، يبقى في ابلكيشن باورفول للسيسلوج وبيبقى بلايسنس طبعا. فبتبدا يبدا يطلع لك الاوتبوتس كده، ان راوتر وليكن تبعت الاوريجين اي دي هنا راوتر 4، هنا ار 3، ار 2، ار اي 1، هيبدا يطلع لك كده. بس انت عايز ترتيب اكتر، لان انت لسه ستيل عندك سويتش 4، سويتش 3، سويتش 2، سويتش اي 1، سويتش 0 مثلا. خلاص انا عايز مثلا جوه السيسلوك سيرفر يقوم يطلعها لي في تو تابس كده، يقول لي راوترز خلاص وسويتشز، تمام. هنا الاقي راوتر 1 2 لوجات الراوترات، وهنا الاقي لوجات ايه؟ السويتشات. عشان الابلكيشن يبدا يفصل، يعني يفصل دول عن دول كده، هيعمل ايه بقى؟ بخلي كل واحد يبعت الداتا بتاعته بيونكس فاسيلتي، هو ده اليونكس نيم او اليونكس فاسيلتي نيم اللي بيبعتوه. ممكن اجي اقول عن دول كده السويتشز دي كده تبعت ايه؟ تبعت اليونكس فاسيلتي بتاعتها سويتشز، خلاص، او اكسس. ممكن اكتب اكتر من اسم يعني بالاندرسكور اكسس سويتشز مثلا، والراوترز دي كده تكتب اليونكس فاسيلتي نيم بتاعتها راوترز. خلاص انا بقى على السيسلوج هنا ابدا ايه؟ اخد الناس اللي سويتشز اطلعها في ايه؟ في الويندو بتاعت سويتشز، اخد الناس بتوع الراوتر احطها في ويندو ايه؟ الراوترز. هو ده اللي كان طلبه عندي في التاسك، اللي هو محتاج ان اليونكس نيم بتاعي يسميه لوكال 1. اوكي ما عنديش مشكله، هو هتسمي اليونكس نيم لوكال 1. بيتعامل ازاي؟ تقول لوجنج، اي ثينك ان هو اسمها فاسيلتي على طول، فاسيلتي بالظبط كده، عايز تسميها جاست نيم. هو طبعا هنا قال لك ايه؟ هتبقى لوكال 1 وير لوكال 1. اوكي خلاص ذاتس ات ذاتس ات. الدنيا عندي ايه شغاله؟ ان لوكال 1 ديت هي ليست الراوترات، انما لوكال 2 مثلا تكون هي السويتشز بتاعتي. طيب ده كان كل ما يخص السيسلوك سيرفر. قال لي بعد كده هنبدا نتكلم عن الكاونتنج والتايم ستامبس، ان هو ان انا اللوجات دي لما تطلع محتاج احط التايم ستامب عليها، بحيث ان يبقى اشوف مثلا اللوج ده طلع الساعه كام، او اشوف ان اللوج دوت طلع امتى من تاريخ تشغيل الراوتر، خلاص، من اللي هو الاب تايم. انا ممكن اللوجيه لما تطلع كده وليكن مثلا نجيب هنا حاجه اي اوتبوت كان فوق هنا مثلا، ده بنسميه تايم ستامب. شايف انت ده التايم ستامب؟ ده بنسميه الاب تايم، يعني هو الكلام ده طلع من امتى مثلا من الاب تايم. انا ممكن احطها بالديت تايم مش وليس بالاب تايم. اوكي فببدا اعملها ازاي؟ هبدا نشوفها في الكونفجريشن اللي عندنا. قال لي كونفجر ار 4 اند ار 6 تو كاونت ايرور مسجز. ده كوماند اسمه لوجنج كاونت، بحيث ان هو يبدا يعد الايرورز الموجوده عندي عشان ما يحصلش خلط ما بين الايرورز مسج واللي هم ال 7 ليفلز اللي احنا عارفينهم، اللي هو من صفر لحد 7. اوكي فببدا اقول له لوجنج كاونت، يعني عشان يعد الايرورز يعني تبدا تقول له لوجنج كاونت. لو انت شلت دي كده عايز تبص على الديسكربشن بتاعها تلاقي لوجنج كاونت هنا، او انيبل كاونت فين؟ اه كاونت افري لوج مسج والتايم ستامب بتاعها، بحيث انه يبدا يعد كل اي لوجات هتطلع عنده بما فيها الايرورز، لان انا عندي اللوجز كلها لو بصيت على اي كويتشر مارك كانت جايبه الليفلز بتاعه المسجز هتلاقي ان هم كلهم مترتبين ما عدا الايرورز. هتلاقي مش ايرورز
اوريدي واخده ليفل رقم 3، فاحنا عايزين نعيد نرتب الكلام ده. الايرورز يبقى ليها ترتيب غير الترتيب اللي احنا ماشيين بيه، خلاص. فده عامه بيعمل انيبل لعمليه الكاونتنج، هتبقى انيبلد مع جزء السيكونس نمبر. هنعمل انيبل دلوقتي مع السيرفيس لسيكونس نمبر عشان ما يحصلش تلاعب باللوجات لما تطلع تبقى موجوده مثلا في البافر او هي موجوده على السيسلوك سيرفر، بحيث ان هي افضل محتفظ بحاجه معينه مثلا سيكونس نمبر معدود اصلا باوبشن الكاونتنج هنا، بحيث ان انا اقدر ايه ابقى عارف هو حصل امتى الكلام ده وهل اتلعب فيه ولا ما اتلعبش فيه. خلاص عملنا لوجين كاونت، نبدا نبص على التاسك طالب ايه. قال لي راوتر 4 should insert up time based time stamp. التايم ستامب الوقت اللي هيتحط على اللوجايه اللي موجوده عند راوتر 4 او اللي خارجه من راوتر 4 بناء على ايه؟ up time based، يعني التوقيت اللي هيظهر قدام اللوج هو وقت، اوكي؟ دقائق ساعات ودقائق وثواني. ده عباره عن ايه؟ من وقت تشغيل الراوتر، مش من وقت تشغيله من وقت ما جه من المصنع، لا، من وقت ما عملنا باور اون ولسه ما عملش ريستارت، اوكي؟ تايم ستامب في اللوج مسج، بحيث ان راوتر 6 هيبقى مختلف وهيحط ايه؟ الديت تايم اللي هو تاريخ الراوتر دلوقتي هو موجود، تمام؟ اللي هو الكرنت اور او الكرنت كلوك يعني. قال لي بعد كده راوتر 6 يأد الملي سكندز بيز تايم ستامب تو ديباجنج مسج. عايزين بقى في الديباجز يضيف الملي سكند، مش جاست بس ان احنا نكتفي بالسكندز، لا، ما احنا هنا راوتر 6 لو تلاحظ راوتر 6 عنده ديت وتايم، هيحط التاريخ ويحط الوقت بس اخره ثواني، لا احنا عايزين ويقاد للديباجنج يقاد لها ايه؟ يقاد لها جزء الملي سكندز. عايزين انكلود الير انفورميشن في اللوجنج مسج، في اللوجنج مسج اهيت مش الديباجنج، على راوتر 6 بحيث ان يبقى فيه على مستوى اللوجنج عارفين الوقت بتاعها كسنه، بس ما يكونش الكلام ده في الديباجنج، يعني الير يبقى موجود في اللوجنج مش موجود في الديباجنج. وهنا بيقول لي provide a solution to prevent against tampering with stored syslog، ما حدش يتلاعب او ما يحصلش اي خطا في جزء السيسلوج داتا الموجوده عندي. طيب هنعمل ايه هنا؟ نبدا نفتح السيرفيس بتاعت التايم ستامب. الكوماند بيبدا عندي، هو قال لك راوتر 4 مثلا هي انسرت اب تايم بيزد، صح كده؟ فهنقول له سيرفيس تايم ستامب. هبدا اقول له بقى ايه، على مستوى الديباج ولا على مستوى اللوج؟ هو هنا طلب على مستوى اللوج تبقى اب تايم بيزد، على مستوى اللوج تبقى اب تايم، اقول له اب تايم اهي، اوكي ذاتس ات انتر. ده على مستوى مين؟ راوتر 4، انما راوتر 6 تبقى ايه؟ ديت تايم. لو رحنا راوتر 6 كده اكزيت، هقول له سيرفيس تايم ستامبس على مستوى راوتر 6 نفس الليفل برضو اللي هو اللوجز، هتكون بناء على ايه؟ ديت تايم، اوكي؟ طيب لسه هنكمل بقيه اوبشنز هنا، لان انا عندي ملي سكند وير، هنشوف هو محتاج منهم ايه تاني. اهو راوتر 6 يأد ملي سكند على التايم بيزد بتاعه للديباجنج مسج. احنا فين هنا مستوى ايه؟ اللوجات. فانا هعمل دي انتر كده خلاص مش محتاج فيها حاجه، لما ارجع امسح كده اقول له ايه؟ ديباج، على مستوى الديباج هتكون ديت تايم خلاص، وفيها ايه؟ عايز فيها الملي سكند، صح؟ ملي سكند، مظبوط كده. طب هو كان طلب برضو ان راوتر 6 يبقى عنده على مستوى اللوجات الير، اهو include year information في اللوجنج مسج على راوتر 6 بس مش في الديباجنج، فدي هتكون بالنسبه لي كده انتر. وهرجع بقى على مستوى اللوج اهو، تبقى دي تايم هتبقى ايه؟ year، مظبوط كده. ده كان النيدز بتاعته خلاص. وقال لي provide solution to prevent التامبرنج، هتكون اسمها سيكونس اعتقد، سيرفيس تايم ستامب سيكونس، سيرفيس سيكونس نمبرز، اوكي ذاتس ات، هيبدا انيبل السيكونس نمبرز بتاعتي وخلاص كده انا خلصت التاسك اللي هو محتاجه مني. عايز اشوف الكلام ده لو عملت اي ديباج هنا على راوتر 6 هيبدا يطلع لي الكلام ده بايه؟ بالليفلز اللي احنا عاملينها كلها في البفر، وتشوف التايم ستامب بالنسبه لي. طيب التاسك اللي بعده طلب ان انا ممكن اعمل لوجنج للفلاش ميموري. اعمل لوجنج الفلاش ميموري ده طبعا مش سبورتد في كل البلاتفورمز، اوكي؟ وبان احنا شغالين على السيميليشن او اللي هو الجي ان اس 3 مش هنقدر نكاريت او نقدر نستخدم فيتشر خاصه انك ترمي اللوجات ديت على الفلاش ميموري. يعني الموضوع سهل وبسيط، هتلاقي انك بتكاريت فولدر موجود في الفلاش وتبدا تعمل فيه عمليه اللوجنج، تقول له لوجنج فايل، يعني الكوماند هيبقى عامل كده في الاخر
لوجينج، لو انا كان عندي الفايل يعني لوجينج فايل باث، تبدا تحط بقى ايه الباث بتاعي، فلاش نقطتين سلاش، تلاقي ان هو طلب قال لك الباث هيكون سلاش فار سلاش فاريبلز فار اهوت سلاش لوج مثلا، خلاص واسمي الفايل بتاعي مفيش مشكله، ويبقى الفايل اسمه سيس لوج، يبقى اقول له ايه سيس لوج ذاتس ات، واحط الماكس هتقول برده ايه اللوجينج فايل والماكسيمم سايز ده هيكون السايز دوت، وخلاص انتر هيبدا ايه يشتغل معايا على مستوى اللوجينج في في الفلاش. إيه طبعا هو لو حد فيكم اشتغل جينيبر، جينيبر هي اوريدي اصلا اي ديباجز او اي حاجه بتروح اصلا للفلاش ميموري او اللي هو الاكسترنال هارد ديسك، ويخزن عليها الجزء دوت كله. طبعا اركتكتشر مختلفه شويه، وهنا في سيسكو الموضوع بيزد انفايرمنت، يعني تبع الديفايس اللي انت شغال عليه بيسبورت ولا لا. 3560 بيسبورت و 3550 بيسبورت برضه جزء السويتشز، بتكلم على السويتشز. في الراوترز ال 7200 وال 7600 اي ثينك، والاي اس ار طبعا وانت طالع بيبدا يسبورت انت تعمل لوجنج على فلاش ميموري. طيب قال لي بعد كده configuration change notification and logging. الفيتشر دي برضو كويسه جدا، ان انت تقدر تشوف او تمونيتور الconfiguration changes اللي ممكن تحصل على الكرنت configuration. مش احنا اوريدي الكرنت configuration شغاله على الفلاش، مظبوط كده؟ سوري الكرنت configuration شغاله على الام في رام، سوري. وانا اوريدي شايف الconfiguration ما فيهاش مشكله، انا عايز بقى اي تغيير يحصل على الconfiguration ديت اقدر اشوفه خلاص، ومين هو اليوزر مثلا اللي عمل التشينجز ديت وعملها في وقت ايه، وتكون الدنيا مونيتورد بالنسبه لي كويس. الموضوع ده مفيد بالنسبه لي في ايه؟ مفيد ان انت لو عندك مالتيبل يوزرز مثلا بيعملوا تيلنت على الراوتر، او مالتيبل يوزرز بيعملوا اكسس على الراوتر باي طريقه، عايز اشوف اليوزر دوت كتب ايه الكوماندز اللي كتبها، وكان الكوماند عمله امتى، والاوتبوت اللي طلع له كان ايه، كل حاجه. حتى هتلاحظها واحنا بتكتب بعد ما تعمل انيبل للفيتشر ديت، هتلاقي ان كل حاجه انا بعملها بيبدا يقول لي لوجد كده، يطلع لي لوجاي يقول لي يوزر كذا عمل كذا باي كونسول في وقت كذا. اوكي طيب هو قال لي هنا كونفيجر ار 4 تو لوكالي تراك تشينجز ميد تو اتس رانينج كونفيجريشن. اي تشينج يحصل على الرانينج كونفيجريشن يتعمل له تراك. الكوماند البيرنت ليا هو اركايف هنشوفه دلوقتي. عايز يلوج الكلام ده لسيس لوج سيرفر، ما عنديش مشكله خالص، يعني هنستخدم طبعا لوجينج هنا، هنبدا نقول لوجينج. بس قال لي وانت بتبعت الكلام ده لسيس لوج سيرفر ايه ما تبعتش الباسوردات، ما اكيد الكونفيجريشن بتاعتي لو حصل فيها تشينج وحد غير باسورد مثلا، مش الباسورد دي هتتبعت لسيس لوج سيرفر، ممكن يكون حد قاعد بيكابشر في النص ويبدا يسمع الباسورد دوت. فانا هستخدم فيتشر اسمها هايد كيز في الكوميونيكيشن ده. وبعد كده قال لي اعمل الكيو سايز يكون السايز بتاعه 1000. طيب هعمل ايه؟ الكونفيجريشن سهله وبسيطه خالص. لو رحت عند راوتر 4 الكوماند البيرنت عندي اسمه اركايف. الكايف ده بستخدمه لحاجتين، ان انا اعمل اوتو سيف ورول باك، والسيناريو اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ايه؟ الكونفيجريشن تراكنج. ببدا استخدم اوبشن هنا اسمه لوج كونفيج، هتلاقي ان انا عندي هنا لوج اهو، تلاقي لوجينج كوماندز، هروح تحت مين؟ لوج، طبعا ما عنديش الا كونفيج. وقفت تحت عمليه اللوجنج للكونفيجريشن. انا في الاول كنت بعمل لوجنج للايفنتس او الديباجز او الانفورميشن او الامرجنسيز او الايرورز، اوكي؟ انما هنا بعمل لوج للكونفيجريشن تشينجز، تمام؟ ابدا اعمل تشيك كده، هلاقي ان انا عندي شويه سيتنجز هنا، في شويه سيتنجز لللوجنج نفسها، هبدا اعمل لوجنج لايه؟ فانا هبدا اقول له اللوجنج، تلاقي ان انا بعمل انيبل الاول. انيبل، يبقى انا بعمل انيبل للفيتشر، تلاقي عندي سايز هنا، تلاقي ايه؟ سايز، واحنا كنا بنتكلم عن الكيو سايز، فانا على طول نبدا نقول لوجينج سايز، وطلب ايه؟ الكيو لينث بتاعي يكون 1000. خلاص انا كده خلصت برده الجزئيه ديت. ايه تاني موجود عندي؟ هلاقي ان انا عندي هايد كيز، دي خاصه بان انت الباسوردز ما تتبعتش، فانا هقول له هايد كيز. خلاص كده برضو عملنا الجزئيه دي. ببدا اعرفه فين بقى، هو كده بدا يعمل تراك للكلام ده ويسيفه انترنالي. خلاص هبدا اعرفه ازاي هنا يبعت للسيس لوج سيرفر، تلاقي انت بص هنا شايف نوتيفاي دي سند لوج كوماند تو ا تارجت ابلكيشن، طبعا هيكون التارجت هو سيس لوج سيرفر، فانا اقول له نوتيفاي. نوتيفاي مين؟ سيس لوج سيرفر. هتقول لي طب هو فين السيرفر اللي هيبدا ينوتيفاي؟ ما احنا عاملين في البابليك كونفيجريشن ايه؟ انه يعمل نوتيفاي للسيس لوج سيرفر، كنا محددين الاي بي ادرس الخاص بالسيس لوج سيرفر. اكزيت كده هتلاقي ان اي كوماند انا بكتبه، بص كده عملت كوماند اكزيت، قال لي هوت ان البارزر
على مستوى الكونفيجريشن عمل لوج لايه ان اليوزر اللي اسمه كونسول ان عمل لوج بالكونسول لوج دهوت وكتب كوماند ايه اكزيت. لو انا عملت اند كده اهوت هيكتب برضو انا عملت الجزئيه ديت كونف تي ودخلت على مستوى الانترفيس فاست ايشن 0 على 0. لاحظ انه هيطلع لك دلوقتي ان انت في اللوجز ان انا عملت ايه دخلت على مستوى الانترفيس. لو عملت له شت داون مثلا هيطلع لي ان انا عملت شت داون للانترفيس دوت نو شت داون هيبدا يريكورد برضو. And I think ان احنا ممكن بقى نعمل show per user وكل user عمل ايه show archive. خلينا نبص كده show archive config لا show archive log config all. هلاقي ان انا عندي كل اليوزرز اهو console at console. اليوزر ده اسم اليوزر طبعا انا داخل تلنت هتبقى ات حاجه ثانيه ده اسم اليوزر اللي عمل تلنت مثلا. لاحظ ان عمل ايه دي الكوماندات اللي هو استخدمها. ممكن بدل ما استخدم all هنا كده ابدا استخدم statistics ممكن استخدم per user يعني احدد يوزر معين واطلع لي عمل ايه. ممكن اقول هنا all والاقي ان انا عندي حاجه اسمها provisioning ده هيطلع لي الاوتبوت بتاعي بناء على نفس الصيغه الاي او اس بيطلعها يعني هو كتب الكوماندات ورا بعضها بالمنظر دوت يعني تمام. طيب ممكن اطلعها طبعا على صيغه اكس ام ال 5. طيب كانت فيتشر مهمه وشفنا ايه الفايده منها ونقدر نستخدمها ازاي في الريل انفايرمنت. طيب اعتقد عشان الفيديو حجمه ما يكبرش اكتر من كده هنكمل ان شاء الله الفيديو الجاي ابتداء من التاسك رقم 7 ونشوف الدنيا هتمشي ازاي بعد جزء الاركايف مع الرول باك والاركايف اللي هي الفانكشن الثانيه للاركايف. طيب اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.